فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: كثيرا ما أشك في صلاتي في السجود، هل سجدت واحدة أو سجدت اثنتين؟ يقول: ويتكرر ذلك كثيرا معي، فماذا أصنع؟ إذا كان وسواس اتركه، خذ ما يغلب على ظنك، وإن كان أنه شيء طاري ولا هو وسواس فإنك تعتبر ما شككت فيه غير موجود. نعم، تأتي بديل، تأتي بسجدة بديلة، تسجد للسهو. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.